180 او 580 وتخصم منكم التامينات، مع ان لجنه المراسله الراسيه بالبدايه التامينات تكون على صاحب العمل لانه يوفر لكم، لان هذه اعمال شاقه واعمال في مناطق نائيه موجوده في الشركه. جت الان الشركه راحت المسؤول مالت النفط اللي قدم تقاريره، طبعا المسؤول مستفيد، انا ما بيطعم المسؤول بس هو مستفيد، يقول لك عشان يصرف المخصصات مالت الشركه هذه كلها، تعال يا فلان ها شو والله موظفكم 100 وانتم اساسا اكثر ناس مظلومين في هذه الشركه سواء البترول او الشركه خاصه ترى انتم. التفصيلات مالت العقود كامله انا قريتها، البنود كامله، في بند يقول لك راتبك 480 دينار يسكت عنه، جرات بشنو؟ خبره كم سنه؟ شهادتي شنو؟ جريدي شنو؟ متى ترقى؟ انا انسان زين عندي امتيازين، في تقييمات سنويه في جيد جدا او امتياز بالنسبه للشركه او العامل، ما في، في امتياز، في تقييم سنوي على اساس اني انا بدر بكبر الشركه هذه، انا انسان مخلص لها، انا خلاص اشتغلت مع الشركه هذه، ابي اعيش بالشركه هذه لانها زينه، زينه بشنو؟ زينه بعملها وكذا، وانا بطور نفسي في الدورات، في دورات تدزون برا نفس النفط تدزون برا بريطانيا، ما في، في الان المخصصات الماليه والعلاوات والاضافي والامتيازات والجميع المترتبات على الامور الماليه مصنفه في جدول محدد، الجامعي كذا، اضافيك انت 8 ساعات كذا، العطلات الرئيسيه جمعه كذا، السبت كذا، العياد كذا، رمضان كذا، مو مكتوب العقود، مو مكتوب كل شيء. ليش مخلي؟ على فكره يدرون يعلمون يا ابو علي وكلام الاخوان، يدرون ويعلمون ان الشركه هذه تعلم ولكن تسوي نفسها غبيه، لانك انتم وقعتوا على عقود، اذا انا على فكره وقعتوا عقود، وقعتوا ولا ما وقعتوا، حقق في العقد، طبق ما جاء في العقد الرئيسي، هذا عقد ثاني مو عقد اول. نعم. فانا انادي من طبعا مكتبي الساعه المباركه في جميع من متضرر من هذا طبعا العقد، ان يلجا باذن الله بعد الله عز وجل لله سبحانه، يعني باذن الله يا ابو ناصر قانون 28/66 راح يتطبق بحذافيره زائد العقد الرئيسي مع الاول مع لجنه العامه للمرقصات مع الشركه. انتم اساميكم ترى فكره موجوده بالدوله، مو دعم العماله، موجوده بالدوله لجنه المرقصات الرئيسيه عشان تغطي نسبه العماله الوطنيه، لا والشركه هذه تفوز مره واثنتين وثلاث في عقود الشركات النفطية ثاني مرة، لأنهم هم الآن معكم عقد، ممكن في شركات ثانية الآن قاعد يقدمون، إحنا زينين بناء على شنو؟ تقرير المسؤول النفطي اللي أعطاهم تقرير إن الشركة ممتازة وقاعد طبق الشروط وعلى الموظفين تمام. طبعًا هذا كل الكلام خفي عنكم أنتم الموظفين، ما حد يدري عنه، ولكن أنا أقول جميع عقودكم هذه كل العقود الحالية يا ابو ناصر اللي تم توقيعها تعتبر عقود إدعان. طبعًا كل إدعان، كل عقد يوقع وباطلة، كل عقد يوقع أساسًا خارج النظام العام هو عقد إدعان، هذا بنصوص المدنية.